قلت واش بيناتنا شي حاجه؟ قال لي لا، قال لي بالحق انا شهيت السناحه نخلي فيهم كاملين. يلا وقفنا معاه نزلوا بالسيوفه، ضربوا عليا انا هنايا بالسيف، شيروها عليا، جالو الدار ديالي هنا. هذا المشكل ديالو، قال حكا انا دخلت نتجاب السواعه وغباطلو على الزوجه ديالو. الحكا هو قال هذا هو سبب المشكل، وجات شكا على الوالده ديالي والعيد حبيبن. قالوا راك وتا الا بلا عمل فوق منه مشاكل، وداز فوق منه عامل عامل بهيميلا عاوز فوق منه. السلام عليكم، عبيد بولعيش، الاخذ الضحايا عدي بولعيش، محمد خليفه. انا خارج من الشارع، هو داخل فوجي شد عليا بغى يقلبني، لعبت بيا الطوموبيل انا، وقفت عملت مشايله رجعت عنده. قلت له اخي محمد واش بيناتنا شي حاجه؟ قال لي لا. وقفت الطوموبيل ديالو بعيده ونزلنا عند العجلو، هز الحاجه في يدو. قلت واش بيناتنا شي حاجه؟ قال لي لا، قال لي بالحق انا شهيت السناحه نخلي فيكم كاملين. ساعتي كتهبط ديك الحاجه على الولد صاحبي هنايا، ها هي الضابه هذه الحاجه. ساعتي كان هو تفحالي نزلنا عنده هو، فهاك تم مشيت فحالي هو انا واقف في واحد البلاصه كيعيطوا لي كوديا السوهاك، هو جاب ثلاثه طوموبيلات. انا واقف مع الخاوه ديالي واحد دهاي صاحبي، هو جاب ثلاثه طوموبيلات وشد عليا، قال لي مدهاي هاد الطوموبيل فين هي؟ نزلوا دهاي بالسيوفه كيتشكشكوا في الجاج، كلشي هاسوا لي الجاج كامل الطوموبيل ديالي ميتي باجيهو، هاسوا لي ميتي الدجاج ديالها كامل، هاسوا هلا مكانتش جاجه واكله واحده صحيحه، وهاسوا الفاوز ديالها. ساعتك ضربوا السيد هنايا بالسيف هاسو، عندو هنايا الغيزات فاسو هنايا. ساعتك انا ضمايت وهابت، ضمايت هابت طلعت في حالي نتشا ديالنا، انا في الشا ديالنا مخبع وهما عيطوا لي قالوا لي عينا مرض وا عينا مرض، انا في الشا ديالنا مخبع وهما عيطوا لي قالوا لي الخوه ديالك عادي جاي تساهم معاهم وهم دازوا على بالطوموبيل. انا كاع ما فاسي انا دازوا على بالطوموبيل، تا هزوها داوا الطبيب. احنا كنا عيطنا امبولانسيه، ولكن ملي جا الوالد وشاف ديك الحاله هذيك ما قداش. ساعتك عيطوا لنا هزوا واحد الولد، جابوا لنا الطبيب من هنايا وجابوا نهار الاثنين في العشيه. عنده مشكل حتى مع شي واحد هذا السيد، هذا المشكل ديالو. قال حكا انا دخلت نتجاب السواعه وغباطلو على الزوجه ديالو، لان احنا عندنا البيستا قال لك غباطلو الزوجه ديالو، هذا هو سبب المشكل. حكا هو قال هذا هو سبب المشكل، وجات شكا على الوالده ديالي والعيد حبيبن. دابا هذا العائله اقتل العيد حبيبي، هذا اللي قتل العيد حبيبي يا صاح، العيد حبيبي دابا قتل العيد عمته. اي ولا حول ولا قوه الا بالله، عمل فوق منه مشاكل وداز فوق منه عمل عمل بهيميلا عاوز فوق منه. دابا كنت انا واقف في كيديا السراك واحد الباركي قدام واحد الكراج، جا عندي الخو وقف معي مع الولد مضروب في وجهه. قلت واش عندك؟ قال لي ودي راه السيد ضربه، هو اللي القاتل، السيد محمد خليفه هو اللي قاتل الخو. قال لي ضربوا بالحجره في راسو تناقشوا، باقي كيعاود لي جاوا ثلاثه طوموبيلات شدوا على الطوموبيل ديالو ونزلوا بالسيوفه، بداو كيهرسوا له في الجاج ديما، راه ضرب واحد الطوموبيل كانت موراه وهرب، تبعوه الاخ ديالك يعني اللي كان كيسو. نعم اللي هرب. نعم تبعوه، ديك ساعتك تخبع لهم في الدشار، عيطت شي واحد من خاوه قال له ودي راه كيجروا مور خاك الصغير وكذا وهذه. قال لي يلاه جات موري الدار، مشينا هو حسب له الدراري مشاو بحال ما فيه اللي كتسمعوه هي باقا. يلا وقفنا معاه نزلوا بالسيوفه، ضربوا عليا انا هنايا بالسيف، شيروها عليا، جالو الدهر ديالي هنا. انت مضروب دابا حاليا؟ نعم مضروب، وهو ديك ساعتك هو قاص مرتون بير هو دار مشريل ورجع فيها، عاود داز بريميلا ورجع، المهم عفصو مشاو قاصوك منه مرتين. ايوا والاخ ديالي مسكين متزوج وعنده بنيته، ايوا يبقى تيتامى و... يعني ما عندوش كل يصرف، ما كاين لا اللي يصرف عليها ولا هادي، وراجل درويش ما عندوش ما عنده ما يخلي، وكان طالبو من الدرك الملكي يتابع هاد السيد هذا ويعطينا الحق ديالنا فيه والدعوه بالله. السلام عليكم، انا صديق خاص الضحيه، صديق ديالي قديم، كنت كنقرا في المدرسه. ديك الساعه في العشيه كنا تما مريحين، جا الخوه ديالو الصغير كيتهاودوا معاه، كيتهاود عادي، انا خرجت وكنت عادي في التيرما ما على باليش، كانت كيتهاودوا بثلاثه طنوبيرات تما، الدراري كيتهاودوا، كاين الشهود اخرين كانوا تما. فواحد الساعه ما دازش شي جوج دقائق، جاو ثلاثة طونوبيرات كاملين بالسيوفة كيضربوا، خلعوني ضربها هو هو ضربوا، هرسوا الطونوبير اللي تما، اخر كسارة مهربوا، جاو خوتو ديك هذيك الضحية جا باش يشوف شني كاين باش يحل المشكل، ما عرفش شكون، تاش هذاك المرون كيأدي شي واحد، جا باش يشوف حنا يلاه طلعنا، يلاه طلعنا وصلنا للبلاصة فين هما هما جبروا ديك الدراري، داز فيه بالطونوبير، داز فيه بالطونوبير ديك اللي بالسيوفة كيشيرو شي هرب شي هادي، خانا بقى ميت تما مطيح دينا للطبيب. هذا الشيء اللي كاين، جاو جدرميه كانوا سيبوا واحد السيف تما، جاو واحد جدرميه تيطلب السيف، طلبوا لي لاكارت، تيطلب لاكارت ديالي،
هو ملي دازت فيه دخلت تحت الطونوبير، فواحد الساعة زاد من القدام، هو ديك الضحية خرج من تحت الطونوبير، خرج حتى الفارود اللور تقلع. ديك الساعة أنا اللي كنت مع الضحية، أنا هزيتو كان الدم من ونو مخارو، المهم كان في حالة ما تتوقعش، كان مسكين حالة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.